عمره ما غادي يكون باغي يكفي لتاس التحاف تاس التخوت. كنشكركم بزاف لانكم ضحيتوا بسميه. قبل الشروع في هذه المبادره اجتماع تنظيمي وذلك لتقسيم الاداء الدقيق وتنسيق المهمات بين الفريق. طهات تنفيذيون ومهنيون في مجال الفندقة لم يتنهم أي دافع أمام واجب التضامن، سارعوا للمساعدة. إنهم أبطال هذه المبادرة التطوعية لإعداد وجبات لفائدة الأطر الصحية والطواقم الطبية للسهر على راحة من هم في الصفوف الأمامية في ظل هذه الظروف الصعبة. اللي كنحاولوا نديروا فيها شوية ديال فيتامين دي فيتامين سي يكاع لي زابور انرجيتيك غوفيل. بالنسبه للطبق ديال اليوم فاحنا اختارنا ندير لهم ان سالاد ماروكان اللي كتكون عباس ديال الكونكومر في هذيك فيديتي هو رز تيكون بايلا يعني كاع الناس كيعرفوها. الاكل اللي كنوجدو تنحاولوا اننا تنوجدوه من قلبنا بطبيعه الحال، تنوجدوه بالروح ديالنا، تنعطيهم العاطفه ديالنا، كنعطيو يعني نحاولوا نحسوا داك الطبيب بان راه حنا معاه بطبيعه الحال. اللي بقيت انا كنكونوا مونطو دي بوكس كنديروا اليوم دي كادو باش حتى الطبيب ملي كيفتح حتى هو داك لو بوكس تلقى كادو سوبليمونتير يعني تيحس تيفرح اوتوماتيكمون. كنبداو هنا كل نهار مع السابعه صباحا وكنساليو تقريبا مع التاسعه ونصف مساء. بحال اليوم عندنا تبارك الله غادي نوجدوا واحد الوجبات لفائده اوطر ومده في وزاره الصحه. وجبات غنيه وصحيه تهدف التخفيف من وطأة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الأطقم الطبية وتزرع في نفوسهم بذور التضامن. هنا يتم تحضير أزيد من 380 وجبة، سلطات أطباق رئيسية وطبق للحلويات. هذه العملية التضامنية اللي كنحاولوا نرفعوا من خلالها المعنويات ديال مجموعة الأطباء والدكاترة اللي هما كيتواجدوا في الصفوف الأمامية وحنا بغينا نساندوهم وما نخليوهمش بوحدهم. قام مكتب التكوين المهني وإنعاء الشغل بشراكة مع الفيدرالية المغربية لفنون الطبخ بوضع منشآت مركز التكوين في مهن الفندقة والسياحة لإعداد حوالي 380 وجبة لفائدة الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات مدينة الرباط. معركة وطنية ضد وباء كوفيد 19 يشارك فيها الكل بكل تصميم وبحس تضامني عالي، فالفيروس لن يثبط عزيمة شامخة، عزيمة همم شامخة تصر على المقاومة على البقاء. فنحن معا، شكرا لكل من هم في الصفوف الأمامية. والمبادرات التضامنية متواصلة من أجل